الأخيرة. طيب الوطن سبورت بيتكلم على لاعب آخر وهو حسين الشحات. الوطن سبورت بيتكلم على أن موسيماني يحسم ملف رحيل حسين الشحات في يناير المقبل. ده جديد بالنسبة لي. هو خلاص كده مفيش كهرباء. ما عرفش بقى طاهر، أعتقد برضو طاهر معايا النهاردة، لكن النهاردة اسم جديد بالنسبة لحسين. حسين الشحات مكمل في الأهلي، وحسين الشحات مفيش أي عروض رسمية عشان نادي الأهلي يرفضها في الفترة الحالية، وحسين نفسه طلع أكد ده كذا مرة أنه مكمل مع النادي الأهلي ورفض قبل كده أكتر من عرض في الفترة الأخيرة. ففكرة أن بيتسو موسيماني هيحسم ملف رحيل حسين في يناير المقبل ده أمر غير وارد وغير مطروح، لأن حسين من الركائز الأساسية في النادي الأهلي. ومش معنى أنا بقول ركائز أساسية يعني في التشكيل الأساسي، لا، الركائز الأساسية يعني أنت بتتكلم على 18-19 لاعب الأهلي بيعتمد عليهم بشكل أساسي في كل المباريات، سواء أساسي أو احتياطي. اللاعب الاحتياطي ممكن ينزل في ربع ساعة نص ساعة يكون ليه تأثير كبير، والأهلي دايما ما بيفرقش باللاعب أساسي واحتياطي. فحسين من الركائز الأساسية، وأتمنى ما يتمش طرح اسم حسين من ضمن اللعيبة اللي ممكن يتقال عليها قاعد ماشي، لأن الملف ده مقفول سواء للأهلي أو حتى لحسين. طيب معايا كم